بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في سلسلة دروس الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني. هذا هو الفيديو رقم 20 أو التسجيل 20 من دروس الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني. كما ذكرت سابقا أو تكلمت سابقا أننا سنركز في هذه الدروس على الأشياء المهمة أو النقاط الحساسة التي يحتاجها التلميذ في المراجعة وقد يغفل عليها الأستاذ داخل القسم، ويحتاجها أولياء التلاميذ للمراجعة مع أبنائهم. لذلك قلنا طريقة تاعنا كنا قادرين نجيبوا كتاب ونفتحوا من الكتاب، لكننا رانا نركز على الأمور الحساسة والأمور المهمة التي يحتاجها التلميذ لحل الأنشطة وحل التمارين والأمور المهمة التي يحتاجها في مراجعة الدرس. درسنا إن شاء الله عز وجل لهذا اليوم هو تنظيم معلومات واستغلالها. تنظيم معلومات واستغلالها، الكفاءة أو الغاية أو المغزى من هذا الدرس ما هو؟ أنه يعطيك جدول، يعطيك جدول فيه معطيات وتستخرج معطيات من هذا الجدول أو تكمل إتمام الجدول. لذلك هذا الدرس مهم نوعا ما لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، فيه نوع من التناسبية كما كانت في العام الماضي أو الأعوام السابقة، ما يسمى بالتناسبية، نوع من التناسبية أو بداية من التناسبية. لذلك سأقوم بإعطاء النقاط المهمة التي تساعد التلميذ في حل الأنشطة والتمارين وتكون كبداية لدروس تناسبية اللي راح تجي في الدروس الجاية إن شاء الله عز وجل. مثلا عندنا هذا الجدول، لاحظ معي هذا الجدول، مثلا يعطيك جدول كما هذا، يقول لك مثلا 12 كأس، 12 كأس، 12 كأس تعطي 2 كيلوغرام. لإنتاج أو لصناعة 12 كأس من عصير البرتقال لابد لنا من 2 كيلوغرام من البرتقال. لاحظ، لصناعة أو لإنتاج 12 كأس من العصير البرتقال يلزمنا 2 كيلوغرام من البرتقال. يعطيك هذا المعطيات في الجدول، بعد ذلك المعطيات الباقية يخلطها لك ويقول لك أكمل إتمام الجدول. مثلا 2 كيلوغرام هنا مثلا يخليها فارغة ويعطيك الجهة، مثلا يقول لك هنا مثلا 6، 6 مثلا، هنا يدل لك 8، هنا يدل لك 10، 10 فهمنا؟ هنا يدل لك مثلا 48، 48، وهذه مثلا يخليها لك فارغة، يدل لك لا الفوق لا التحت، ويقول لك أكمل الجدول. لاحظ معي، يعطيك معطيات، المعطية الأولى يعطيها لك كاملة، 2 كيلوغرام من البرتقال تساعدنا على إنتاج 12 كأس من عصير البرتقال. بعد ذلك يعطيها لك مخلطة، يقول لك أتمم إكمال الجدول. لاحظ، أول خطوة لإتمام مثل هذا الجدول أو لإكمال مثل هذا الجدول، أول خطوة استخراج المعامل. لاحظ، استخراج أول خطوة نستخرج المعامل. كيف نستخرج المعامل؟ 2 نقص تقسيم العدد الجزئي على الكلي اللي أعطاه لك، نقسم 12 على 6، بين قوسين العدد الكلي على العدد الجزئي. 12 تقسيم 6 هنايا تعطينا 12 على 2 نقسمه 12 على 2، نقسم 12 على 2 تعطينا 6. معناه المعامل تاع الجدول، معامل الجدول هو 6. أول خطوة في مثل هذا الجدول نستخرج ما يسمى بمعامل الجدول. معامل الجدول نروح لأول معطى يعطاها لي،
12 تقسيم 6 او الاخرين اذا كانوا فيه زوج. اي عدد هنا نقسمه؟ نقسمه الكلي، هذا يسموه الكلي وهذا الجزئي. نقسم الكلي على الجزئي يخرج لي المعامل. هنا اصغر معامل للجدول هو 6، 12 تقسيم 2 6 مع الان. صح. الان كيف اتحصل على العدد الجزئي؟ الجزئي هو اللي راه في الاعلى والكلي. صح. للحصول على العدد الجزئي او الكلي، نديرو الكلي اول. للحصول على العدد الكلي، العدد الكلي هو اللي يكون في الاسفل ولا العدد الكبير؟ العدد الكبير ولا العدد الكلي؟ هنا نضرب في المعامل، نضرب في المعامل او معامل الجدول، سموه معامل الجدول افضل. نضرب في معامل الجدول، معامل الجدول معناه بان تحصل على العدد الكلي هنا، نضرب الجزئي في معامل الجدول، ولا نعودوها، نضرب العدد الجزئي، نضرب العدد الجزئي، العدد الجزئي في المعامل، معناه بان تحصل على العدد الكلي هنايا، نضرب الجزئي هذا في المعامل اللي راه عندي اللي هو 6. طيب الان كيف اتحصل على العدد الجزئي؟ للحصول على العدد الجزئي، للحصول على العدد، للحصول على العدد الجزئي هذا كيف نحصل عليه؟ شندير نقسم العدد الكلي على المعامل، نقسم العدد الكلي على معامل الجدول، معامل الجدول. معنا كملنا القاعدة. طيب قلنا لمثل هذه الجداول، جدول مثل هذا، أول خطوة نستخرج ما يسمى بمعامل الجدول. معامل الجدول نقسم العدد الكلي على العدد الجزئي في المعطيات اللي أعطاها لي، هو يعطيك وحدة فيها اثنين الفوق والتحت، وما يقول لك أكمل الجدول. نقسم 12 على 2 تعطينا 6، معناه هذا الجدول كامل معامله هو 6. طيب للحصول على العدد الكلي هذا، للحصول على العدد الكلي نضرب العدد الجزئي في المعامل، العدد الجزئي هو هذا العدد الصغير، نضربه في المعامل نتحصل على العدد الكلي. طيب كيف أتحصل على العدد الجزئي فوقاني؟ للحصول على العدد الجزئي، العدد الكلي نقسم العدد الكلي على المعامل، هذا نقسمه على المعامل نصيب العدد الجزئي، راح نطبق القاعدة. طيب الآن هنا عندي العدد الجزئي، راح نبحث عن العدد الكلي، العدد الكبير. العدد الكلي شيء يساوي حصول الجزئي في المعامل، الجزئي 6 والمعامل 6، 6 في 6 36. طيب هنا عندنا العدد الكلي، عدد الكلي هنا الجزئي في 6، 10 في 6 60، لإنتاج أو لصناعة 60 كأس من عصير البرتقال يلزمنا 10 كيلو غرام من البرتقال. طيب الآن هنا راح نبحث عن العدد الجزئي ولا عندي الكلي. للحصول على العدد الجزئي نقسم الكلي على المعامل، 48 نقسموها على معامل الجدول، معامل الجدول هو 6، 48 تقسيم 6 ماذا يساوي؟ يساوي 8. نتأكد للحصول على العدد الكلي هذا 48، الجزئي في المعامل 8 48، رسمنا النتيجة. الآن هنا طالك الفوق فارغة والفوق فارغة، التحت فارغة، نديرو مثلا 2 كيلوغرام، مثلا نديرو 7 كيلوغرام، عندنا 7 كيلوغرام، 7 كيلوغرام من البرتقال كم تنتج لنا من كأس، أو كم تصنع لنا من كأس من عصير البرتقال؟ للحصول على العدد الكلي هذا العدد الكبير شندير؟ نضرب العدد الجزئي في المعامل، العدد الجزئي 7، معامل الجدول 6، 7 في 6 اشعال؟ 42. إذا 7 كيلوغرام من البرتقال
تنتج لنا أو تصنع لنا 42 كأساً من عصير البرتقال. طيب نديروا مثال آخر، نديروا جدول آخر ومثال آخر حتى يتضح لنا أكثر. لاحظ معي، نفس الطريقة، لاحظ معي نفس الطريقة، هذا أيضا مدير. طيب يعطيك جدول ويعطيك المعطيات الأولى 5 مثلا، وهنا ديروا 50 مثلا. لاحظ قولك سيارة من السيارات أو شاحنة، شاحنة أو سيارة، حتى تقطع الشاحنة، تقطع الشاحنة 50 كيلومتر، 50 كيلومتر، يلزمها 5 لتر، يلزمها 5 لتر من البنزين. لاحظ معي مليح، شاحنة أو سيارة حتى تقطع، حتى تقطع 50 كيلومتر يلزمها 5 لتر من البنزين، يلزمها 5 لتر من البنزين. لاحظ معي، يعطيك هنا مثلا ثلاثمائة كيلومتر، ويعطيك هنا مثلا 50 لتر، وهنايا هنايا مثلا ديروا 20 لتر. طيب هنا دلك نقاط. طيب ويطلب منك إتمام الجدول، يعطيك جدول مثل هذا ويقول لك سيارة من السيارات حتى تقطع 50 كيلومتر، عدد الكيلومترات لتقطع 50 كيلومتر يلزمها 5 لتر من البنزين. أتمم إكمال الجدول، كم تقطع في 50 لتر، كم تقطع في 20 لتر، وإذا قطعت 300 كيلومتر كم يلزمها من البنزين. الآن رأينا الجدول كما سبق، أول خطوة نديرها استخراج معامل الجدول، معامل الجدول، معامل الجدول. قلنا معامل الجدول شنو ندير؟ نقسم العدد الكلي العدد الجزئي في المعطيات اللي اعطاها لي. قلنا الكبير هو العدد دائما، الكبير هو العدد الكلي والصغير هو العدد الجزئي. طيب نقسم الكلي على الجزئي، نقسم 50 على 5، 50، قلنا القاعدة العدد الكلي على العدد الجزئي، نقسم 50 على 5. لاحظ 50 تقسيم 5 سهلة، 10 معناه معامل الجدول، معامل الجدول هو 10، معامل الجدول هنا هو 10. طيب قلنا للحصول على عدد الكلي العدد الكبير نضرب الجزئي في المعامل، وللحصول على العدد الجزئي ولا العدد الصغير الكلي او العدد الكبير نقسمه على المعامل. سهله بسيطه، راح نحل الجدول. طيب سياره عندما تكون، عندما تكون فيها 50 لتر من البنزين كم تقطع من المسافه؟ معناها راح نبحث عن العدد الكلي او العدد الكبير. شنو ندير؟ الجزئي في المعامل، 50 في 10، ودرنا القاعده في جدول الضرب، اي عدد نضربه في 10 نضيف 0 عن اليمين، معناه 50 نضيف لها 0. 500 ماذا؟ هنا الكيلومترات، راني نحسب كيلومترات، 500 كيلومتر. نفس الشيء عند وجود 20 لتر من البنزين
كم تقطع هذه السيارة من المسافة؟ نفس الشيء راه عندي الجزئي ونحوس على الكلي، نضرب الجزئي في معامل الجدول نتحصل على الكلي. 20 في 10، أي عدد نضربه في 10 نضيف صفر عن اليمين. 20 ونضيفه ماذا؟ كيلومتر. طيب الآن العكس، راي عندي 300 كيلومتر، هذه السيارة عندما تقطع 300 كيلومتر كم تستهلك من البنزين؟ راي عندي العدد الكبير أو العدد الكلي، وراح نبحث عن العدد الصغير أو العدد الجزئي، صح؟ نرجع للقاعدة، للحصول على العدد الجزئي أو العدد الصغير نقسم الكلي على معامل الجدول. الكلي هنا شعال 300، معامل الجدول 10، 300 نقسموها على 10. وطبعا التلاميذ مازال ما قراوش جدول القسم، وهذا من الاخطاء اللي رانا نشوفوا فيها في المناهج اللي داروها. قسمه مازال ما دخلناش فيها ومازال ما درناش الضرب بصفه جديه، وراهم يديروا في دروس تحتاج الى القسمه، تحتاج الى الضرب، لانه ذا الجيل الثاني، الجيل الثاني برمجوه على اساس ان التلميذ قراها في السنه الرابعه، وهذا من الخطا. كان المفروض ان هذا الدرس يتاخر شويه بعد ما يتعرفوا على القسمه وبعد ما يتعرفوا على الضرب، ما يهمناش. للحصول على العدد الجزئي او العدد الصغير قلنا الكلي أو العدد الكبير نقسمه على معامل الجدول. 300 تقسيم 10 هذه سهلة، ما هو العدد الذي نضربه في 10 يعطينا 300؟ وحنا عدنا قاعدة، عندما نضرب عدد في 10 نضيف صفر عن اليمين، معناه أن نحو صفر ونشوف العدد 30، معناه 30 30 معناه كي نضرب 30 في 10 تعطينا 300، معناه 300 تقسيم 10 هي 30، 30 ماذا؟ 30 لتر. سيارة لما تقطع 300 كيلومتر يلزمها 30 لتر من البنزين. المهم حوصلة، لمثل هذه الجداول أول خطوة نستخرج معامل الجدول، كما قلنا استخراج معامل الجدول. كيف نستخرج معامل الجدول؟ نروح لأول معطية يعطيها لي في الجدول، نقسم العدد الكبير على العدد الصغير أو ما نسميه بالعدد الكلي على العدد الجزئي، يستخرج لنا يخرج لنا معامل الجدول. طيب لما نستخرج معامل الجدول يولي عندي معامل الجدول، ممكن بعد ذلك يقول لك أكمل الجدول. في أكمل الجدول إما تبحث عن العدد الجزئي إما تبحث عن العدد الكلي. طيب للحصول على العدد الكلي أو العدد الكبير نضرب الجزئي في معامل الجدول، وللحصول على العدد الجزئي نقسم الكلي على معامل الجدول. معناه شيء المهم هو معامل الجدول، استخراج معامل الجدول في إتمام وإكمال ملء الجدول. هذا كمقدمة للدروس الجاية إن شاء الله التناسبية ودروس الجاية إن شاء الله عز وجل، حتى لو طويلة أكثر كما أخبرني كثير من المشتركين أن الفيديوهات راهي تجي شوية طويلة، راح نحاول نقصروا ونديروها على مرحلتين أو ثلاث مراحل. في الأخير بارك الله فيكم، لمن لم يشترك في القناة أو يشاهد الفيديو أول مرة بارك الله فيكم، توجد كلمة أبوني مكتوبة بالأحمر أسفل الفيديو، اضغط على كلمة أبوني للاشتراك في القناة، بعدها اضغط على الجرس حتى تصلك الفيديوهات عندما نصلها وحتى يعطينا دعم واستمرارية في هذه القناة. كذلك بارك الله فيكم، لمن لديه سؤال استفسار تعقيب انتقاد أي مشاركة يتركها لنا في التعليقات بارك الله فيكم. كذلك لا تبخلوا علينا بجام وإعجاب للفيديو وإرسالها ومشاركتها مع الأساتذة والمعلمين بارك الله فيكم. كذلك سأترك لكم فيديوهات أخرى للرياضيات، دروس الرياضيات اللي عندنا هذا الفيديو هذا التسجيل 20، راي عندنا 19 فيديو في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني. سأترك لكم بلاي ليست كامل، لا ليست كامل تاع الدروس في الجهة العليا للفيديو، بمجرد أن تضغط عليها تفتح معك. كما سأترك لكم فيديو آخر عن اليسار. بارك الله لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني ويوفقكم ويوفق سائر المسلمين والمسلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.